ابتسم للناس وارسم بنام الوجه الحياة، انسى همك دام ربك يسمع كلام داعي، ما يدوم الحال مهما طال يا ابن ادم مدى، كل شيء وله نهاية دامك اللي بهديه. انهي الحزن وتعلم كيف تتعامل معاه، ابتلائك من محبة ولا يعني ما دري. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أو في قناة الحقيقة الفضائية، نرحب بكم مجددا على برنامجكم ولاتي الأسو. اليوم حنا كنتواجدوا فريق التقني لقناة الحقيقة الفضائية بأحد المناطق المجاورة لمدينة خريبكة اللي هي منطقة البروج. جينا عند السيد جلالي سهنون، سيد اللي كان كيعاني من أمراض نفسية مضطربة، أيضا سحر، خلف عنده مجموعة من الأعراض الجسمية كآلام على مستوى الجهاز الهضمي، المعدة والقولون. أيضا الحمد لله بعد ما يعني تبع جرعة من مركز الدكتور الهاشمي الأعشاب الطبيعية تحسنت الحالة ديالو إلى الأفضل، والآن يعني كيتمتع بصحة جيدة. فجينا اليوم باش نقدم لكم الشهادة ديالو والحالة ديالو الحمد لله اللي انتهت بنتيجة جد إيجابية، فتابعوا معنا حلقة اليوم. كنشكركم بعدا على الزيارة ديالكم، كنشكركم على هاد المحل اللي ضربتو. يخلصكم الله. الله اللي كيخلصكم. وأولا كنشكر الله وكنشكر الدكتور الهاشمي على الفضل ديالو. أولا باش عرفت هاد الشيء المرض ديالي كان كتجيني الدوخة، كنت كندوخ، كنت اللي كنت هاكا نردها، مشيت على الأطباء دوزت عندهم كيقول لي عندك عصاب، عندك العصاب في المعدة في المصران، كيعطيني الدواء كنشربو. كنت هدن ديك الأيام، وكان من يتقاضى لي الدواء كنرجع كيما كنت. كيرجعوا لك نفس الأعراض؟ نفس الأعراض كيما كانت الأولى كترجع لي. كنبدل الطبيب كنشوف كيقول لي الطبيب خر مزيان، كنمشي عنده كيعطيني تاهو الدواء النيت بحال ما هكا كنشربو، كيزقع لي داك الشيء ملي كنحيدو كترجع الاعراض كما كانت. وبقيت كل نوبه كما قالوا لي الطبيب كنمشي عنده، بقيت وانا نمشي لكازا عند واحد الطبيب، دوزت عنده، دوزت عنده ويخرج لي الدواء، قال لي عندك العصاب وعندك العصاب في المعدة وفي المصران وكل شيء، العصاب شاد لك في الكرش ديالك كامله. وجامع الدار كنتي كتعصب بزاف. وحتى شد فيا داك الشيء، عاد قال لي قلت لي راه كتشدني الدوخه وكتشدني داك الشيء، قال لي غدير لي الشبكه تاع الراس، درت لي الشبكه ديال الراس، جيت تالي شافها قال لي عندك غير لا العصاب، قال لي غدير لي التحاليل، جتهم لي، ملي جت لي التحاليل قال لي فيهم على العصاب. وبقيت مرة كنشرب الدواء ديالو، ما دار لي والو، كيف كترجع لعندو كيبدل لي الدواء، كيقول لي تشربي 3 أشهر، شربتو 3 أشهر ما دار لي والو، رجعت عندو بدل لي دواء اخر، قال لي غتشرب ثاني هذا 3 أشهر شربتو ما دار لي والو. وبقيت كندير وانا ناخذ النمره من التلفزيون ديال الدكتور الهاشم، وانا اتصلت بالمركز ديال بني ملال، هما يعطيوني النمره ديالكم ديال كازا، وانا نمشي انا واحد الدريه اختي عندكم، استقبلونا احسن استقبال وعطاونا الدواء، قال لك اجيب لنا اعطينا الاوراق باش ديال الطبيب، عطيتهم التحاليل وعطيتهم الشبكه ديال الراس، قالوا لي الشيء اللي عندك العصاب ولا عندك، وما يعطيوني الدواء، جيتو وانا نبدا في الدواء، ملي بديت في الدواء شويه بحال زير عليا الدواء، ملي كان ندير نشرب الدواء وندهن بالزيوت ندير الرقية كنحس بالنحل طالع عليا في اللحم ديالي، النحل كوك طالع عليا في اللحم ديالي، كيزير عليا الحال بزاف في الرقية، وبقيت نتبع هكاك ما بغيتش نقطع، عيطت ليهم قلت لهم راه ضرني الحال، قالت لي البنت ما تقطعش خاصك تكمل. ايوا كنشكروا الله ونشكروا الدكتور الهاشمي.
كملت الجرعه الاولى وجت الثانيه، كان عندي بحال السحر ماكول. كنت مشيت للفقيه بن صالح عند واحد الاخواني وهو يدير لي الرقيه، دار لي الرقيه والو ما صورت حاجه، هو يدير لي الرقيه في واحد البيدو تاع الماء، هو قال لي شرب شربو كامل، شرب منه وترد، شرب وترد، ورد داك الشيء بحال الرغوة ديال التيت. هو اللي قال لي راه عندك داك الشيء باش اكتشف لي السحر المأكول. وكان حمد الله وكان شكره دابا كانت سنت لي الرقيه. ما كتحس بوالو في الجسم ديالك؟ لا ما بقاش فيا داك الشيء كما كان نهار في الاول. المعده ما بقاش كدور؟ لا ما بقاش كدورني المعده، كنت اللي كلتها كتبقى لي هنا ونردها ونردها ما تبقاش. دابا الحمد لله وكنشكر الله. اللهم لك الحمد. كنشكر الله والدكتور الهاشم. لا تخلي الهم يصنع منك واحد من بغى، من تعامل سوء تدريم وعليه انت ربيت. ابتسم للناس وضحك دوم في وجه الحياة. قبل كنقول لهم سيروا للمركز الهاشمي، راه اللي هاد العشوب راه لا منفعكم ما يضركم. كنقول لهم سيروا للعشوب ديال الدكتور الهاشمي، راه ما فيش كذوب، راه قالوا حقيقة كانت حقيقة. وكنشكركم انتوما وكنشكروا البنات اللي خدامين وكنشكروا الدكتور الهاشمي. كنشكروا الله هو الشافي. والحمد لله رب العالمين. ورسم بلا مل وجه الحياة، وانسى همك دام ربك يسمع كلام دعي. ما يدوم الحال مهما طال يا ابن ادم مدى، كل شيء له نهاية دامك اللي به بدأ.